وتنضم معنا من لندن للحديث عن استمرار تدهور الأوضاع في السجون الحكومية ووفاة العديد من السجناء تحت التعذيب، تنضم معنا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. لماذا برأيك يستمر وضع السجون الحكومية في العراق على هذا المنوال؟ ما الغاية من ذلك؟ نعم، يعني مع الأسف الشديد يعني بين الحين والآخر نستقبل وفاة أحد المعتقلين بسبب التعذيب أو الإهمال الصحي أو غيرها من الأساليب اللاإنسانية التي تتبعها الميليشيات داخل هذه السجون. الوضع يستمر على هذا النحو لأن هناك الذين يسيطرون على هذه السجون ويمارسون أبشع أنواع التعذيب هم الميليشيات. نحن نعرف جيدا أن هذه الميليشيات لا تمت بأي عقيدة يعني لها صلة بمصلحة المواطن العراقي، كل لديها أهداف خاصة بها وولاءاتها. نحن نعرف جيدا ولاءاتها لا تنتمي إلى العراق، ولاءاتها إلى إيران. نعرف جيدا أن هناك حق الطائفي من هذه الميليشيات على أبناء مكونات العراق. هناك هذه السجون أصبحت بؤرة للفساد والمساومات والمقايضة التي تصل إلى حد المقايضة على أرواح هؤلاء الذين في السجون. هناك ابتزاز مستمر لأهالي المعتقلين وللمعتقلين أنفسهم، مساومات حتى على وجبات الطعام و مساومات على استلام الأدوية، مساومات على النظافة وغيرها. هناك حالة مزرية يعيشها المعتقلون داخل هذه السجون، والسبب هو سيطرة الميليشيات على هذه السجون، وأيضا لا وجود لقانون يحكم هذه سيطرة الميليشيات. إلى أي مدى يضع الحكومة في خانة الاتهام؟ الحكومة طبعا مشتركة فيما يحدث للسجناء، خاصة وأنها يعني ليست لديها حكم أو سيطرة على السجون. على العكس، هي تخضع لسيطرة الميليشيات. الحكومة أدانت بولائها منذ البداية. أي حكومة استلمت رئاسة الوزراء واستلمت المناصب، جميعها أول ما قامت به هو أن تدين بالولاء للميليشيات وتخضع لسيطرة الميليشيات. والحقيقة هي غير قادرة على تحريك أي شيء في العراق دون إذن ومباركة من الميليشيات. طيب الحاكم الحقيقي هو الميليشيات. نعم دكتورة، أيضا يعني قانون حقوق الإنسان كيف ينظر إلى ما يتسرب من معلومات مؤكدة عن عملية تجارة أعضاء بشرية داخل السجون أو استخدام المعتقلين في عمليات إرهابية من قبل استخدامهم من قبل الميليشيات المسيطرة على هذه السجون؟ مع الأسف الشديد يعني المجتمع الدولي لحد الآن ليست لديه أي تحرك حقيقي وفعلي في سبيل يعني الوقف والحد من هذه الانتهاكات. على الأقل المجتمع الدولي تصله التقارير وتصله جميع الحقائق التي تحدث في السجون. ونعرف جيدا ان يعني حتى ان العراق يعني من الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب ومنها التعذيب داخل السجون، ولكن مع الأسف الشديد بسبب عدم وجود تطبيق حقيقي للقوانين الدولية في العراق وعدم وجود تحرك حقيقي للأمم المتحدة للمجتمع الدولي تجاه هذه القضايا التي تحدث في العراق لم يطرأ أي تغيير. على العكس، الأمور تزداد سوءا يوم بعد آخر. وبالعكس، إهدار الحقوق العراقيين أصبحت الآن على يعني مستوى الدولي. يعني نرى تبرئة المجرمين الذين قاموا بعمليات قتل مباشر وبالأدلة يتم تبرئتهم في أوطانهم. والحكومة العراقية ليست لديها أي تحركات يعني في الحقيقة فعلية في سبيل مصلحة المواطن العراقي. فماذا نتوقع من المجتمع الدولي الذي يتعامل مع حكومة
ضعيفة لا تستطيع حتى أن تنادي بحقوق أبنائها إذا كانت هناك في الحقيقة حكومة في هذه الحالة. إذا كانت حقوق المعتقلين في العراق ضائعة، ما المطلوب اليوم دكتورة فاطمة؟ ما هو الإجراء الذي يمكن اتباعه لإنقاذ حياة المعتقلين الذين يؤكدون أنهم يعني اعتقلوا تعسفيا أو بوشاية المخبر السري، أو يعني اعترفوا أو انتزعت منهم اعترافات بالتعذيب؟ ما هو المطلوب؟ الحقيقة إذا لم يكن هناك تحرك دولي من أجل إيقاف الذي يحدث في العراق عن طريق الضغط المباشر على الحكومة العراقية واستخدام الأساليب القوانين القانونية التي تستطيع أن تستعملها وتحركها الحقيقة الأمم المتحدة، الحقيقة لا يوجد هناك أي حل إلا هو تحرك الشعب العراقي، التحرك الحقيقي من أجل تغيير جذري واقتلاع جميع الميليشيات التي أصبحت تسيطر على العراق، ويعني إيجاد حكومة حقيقية وطنية تنتمي إلى هذا الشعب وتبحث عن مصلحة المواطن العراقي بدل أن تضيع الحقوق بمثل هذه الطريقة. والجميع يعرف، وجميع أبناء الشعب العراقي يعرفون جيدا ما يحدث في السجون العراقية. إذا يجب أن يتحرك الشعب العراقي، يجب أن يقوم بتشكيل حكومة لها أولوية، وهي أولوية مصلحة الشعب العراقي وتحقيق حقوق الشعب العراقي، ومنها إيقاف هذه الجرائم التي تحدث داخل السجون. طيب هذه الآن مسؤولية الشعب العراقي. نعم دكتورة فاطمة، أيضا يعني غياب مفهوم العدالة، تحول السجون إلى أماكن للتصفية الطائفية على هذا النحو، إلى أي مدى يؤكد انهيار العراق كدولة ومنظومة سياسية وقضائية أيضا منهارة؟ بالتأكيد، يعني هذا شيء معروف حتى على المستوى الدولي، أن القضاء العراقي لا وجود له، السلطة القضائية التي تمارس يعني صلاحياتها في العراق لا وجود لها أصلا. حتى السلطة العراقية، السلطة القضائية، هي خاضعة للميليشيات وتأتمر بأمرهم. لو تطلع على يعني ما يقدم للعراق من نصائح باتجاه يعني يعني تطوير القوانين، استحداث القوانين التي تناهض يعني الكثير من الحقوق التي يعني أصبحت ضائعة في العراق، يجب يعني هناك يجب أن يحدث تغيير شديد حتى في المنظومة القضائية. هذا كله جميعه يؤكد أن حتى القضاء العراقي منهار تماما وليست له أي سطوة في العراق، والأدلة واضحة حتى ولو بعدم وجود اعترافات دولية بذلك. السلطات القضائية لا تستطيع حتى القبض على أي ميليشياوي في العراق وأن تقدمه للعدالة. تحدث هنا وهناك يعني بعض الفرقعات الإعلامية التي تهدف إلى فقط إسكات الشعب العراقي، ولكن الحقيقة أن هناك حالة إفلات كبيرة من العقاب في العراق التي أدت إلى أن تتفشى الجريمة بهذه الطريقة، ويتفشى التعذيب داخل السجون بمثل هذه الطريقة، والذي يؤدي بحياة الأبرياء. إذن حتى منظومة العدالة والقضاء في العراق غائبة تماما ولا وجود لها ومسيسة. نعم. من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.